والله لا قبيح بالله الله يسعد ضربنا دخلنا يقول الله الا ما تعبت يا ربي سامحك يا ربي مربح يا ربي مربح يا ربي مربح يا قدام هاد الناس ما بايعوا لك الله يحمدك مربح يا حبيبي سي سي طريقه ديال السي بايك سبوق الله يدير لنا نربح ان شاء الله يا ربي الله يسلمك عبد الفتاح بكري اخويا سير عبد الفتاح بكري ما راكب عليه ما والو هذا الراجل بيساره حول يا اخويا بيساره وغير عبد الله غير لك سير ودي ما يجيب لك تيسير اقسم بالله الا ما ربحش انا الله يحفظك 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 هذا سامح 75,000 ريال للاخوان اش داير تسنى خويا هذا سامح لكني بالاخوان الله يسخر الجميع ألف درهم الإخوان وسليماني مليون وستين احنا جينا نخدمكم من الإخوان الله يسخر الجميع ضنابي تبارك الله الإخوان الله يسخر الجميع دار ما صاحبي راه حنا راه نخلبوا زعما على ناس نتلاقاو معاهم شحال وصل اخويا مصطفى هذا؟ جوج ونص الله يسخر الحمد لله ودي اخويا مصطفى بارك الله فيك كبير عندك
06 13 22 62 64 74 ها هي النمره ديال مصطفى الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا الله يستر ود ياسين مصطفى الله يسخر السوق اليوم عامر شباب الله الله يسخر الله يدير شغل درهم اللي تعطاش هذا يلا كيكسرتنا يا الاخوان الله يسخروا جميعا ضرب عاص الاخوان كان في السماعه والله يستر الجميع ربعه ديال المليون خاص انتم تبارك الله تولعوا لي مع عروسكم عشاق الخيول اللهم بارك من خيرات السماعلة انتم الاخوة اللهم بارك راوس انتم الاخوة كان النقاش عليك وفي دقيقة الصوف اليوم كان مرون دخل الشيطان ما بين عبد العالي قبيلات ما بغيناش نواكبوا لكم الاحداث كما هي والله يدير تاول الخير ودخل بيناتهم حميد وصلح الجرة والله يسخر الجميع المهم هاد العدد انتم كتشوفوا من خير السماع على اللهم بارك تحية للرجال تحياتي ما تبارك الله بالخير هذا المهم بشكل من السلام ما تشوف ما تشوف اللهم بارك هذا البيع ديالهم 1,600,000 الاخوان الله يسخر الجميع اللهم بارك انتم تبارك الله شكا تقول مصطفى هو ما عرف هذا كان سولو شحال قال مغرب شحال قال مليون ستين ورد ديال شي قال غير انا راك تربح ها واش بغيتي هذا كيقول فيه جوج ديال 1,500,000 الاخوان المهم قبل اسمنا 1,600,000 ودابا جوج ونص المهم
بغينا تنوفيكم بالثمن الله يسخر الجميع. ومن الاجواء ديال صبت باش كنقول لكم السلام عليكم الاخوان. اليوم السوق عامر ما بقيت عاقل على شنو صورت وشنو خليت. المهم الى فيديو قادم ان شاء الله تدوزو بخير. فيديو السوق ديال الزويون تبارك الله عليكم.